ولنقاش ملف تنامي نفوذ الميليشيات لتصفية الحسابات ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والباحث السياسي دكتور هلال دليمي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. بحسب أسعد الله أوقاتك أيضا دكتور. وفقا لمصادر أمنية كانت عناصر ميليشيا الحشد ضايقت المواطنين بشكل كبير وبعلم من القوات الحكومية. برأيكم ما الهدف من وراء هذا التضييق على المواطنين في مناطق بعينها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير وكل عام وأنتم بخير وعراقنا بخير وأهلنا إن شاء الله بأمن وأمان. المشروع الإيراني في العراق وسوريا مشروع متصل غير منفصل، وهو امتداد لما يسمى بالهلال الإيراني الذي كان يسمى بالهلال الشيعي، وهو الغطاء للمشروع الإيراني الممتد عبر العراق إلى سوريا ومن ثم لبنان، وخلق هذا الهلال الصفوي الذي مدته إيران بإنشاء الأحزاب والميليشيات ابتداء من لبنان ومن ثم في العراق ونشرتها في سوريا. هذا الهدف حقيقة يتطلب من النظام الإيراني السيطرة على ما يسمى الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لضمان تنفيذ هذا المشروع ولضمان تدفق الأموال والمخدرات من إيران إلى المنطقة عبر هذه المناطق، ابتعادا حتى عن الجيش العراقي الذي يسمى زورا العراقي. الجيش العراقي يجب أن يحافظ على أمن العراق، وهو الوحيد الذي يجب أن تكون لديه القوة والقدرة على حماية المدنيين وحماية الحدود. فأين أمن الحدود الذي يتحدثون عنه والميليشيات تدخل إلى سوريا وتخرج من سوريا وتروع المواطنين في أي جزء من أجزاء من العراق؟ ولكن علينا أن نرجع قليلا إلى ما يسمى زعزعة الكتلة الصلبة في العراق والشام، وهذا هدف للمشروع الأنجلو أمريكي الصهيوني الفارسي في الشرق الأوسط. هدفه الأساسي هو خدمة الكيان الصهيوني، وهذا ما يفسر حقيقة صمت كل الأطراف عن هذا التوغل الإيراني المبارك أمريكيا والمدعوم روسيا. نعم. والمدعوم من الصمت العربي أيضا بشكل أو بآخر معلن وغير معلن عن التوغل الإيراني الواضح في هذا الشريط، هو يهدف مشروع متفق عليه ما بين كل هذه الأطراف التي تجتمع على كراهية العرب وكراهية المسلمين. الجزء الثاني، معروف أن المشروع الصهيوني يريد إذابة ما يسمى المقاومة الصلبة في العراق والشام، وهي ما تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لا يعني ما بمعنى أنه سيقاتل اليهود عصائب العراق وكتائب الشام وما إلى ذلك. ولهذا هم يعملون على تفتيت هذه الكتلة منذ الاحتلال الأمريكي المباشر للعراق وما قبله من الحروب النيابة مع إيران. نعم. لتقوم بهذا الدور. الآن ما هو دور ما يسمى الحكومة العراقية؟ الحكومة العراقية هي جزء من اللعبة، وهي التي تنفذ هذه بالصمت والضعف والتنفيذ المباشر. هم جزء من هذا المشروع، ولهذا السبب تأوا أن يكون عملائهم من النواب هذه المناطق أن يكونوا جزء من المشروع الإيراني، وهم يسبحون بحمد إيران ليلا ونهارا. ولا تلاحظين أن كل شخص يدعي أنه يمثل المناطق المحافظة الأنبار يجب أن يسبح بحمد إيران أو بكوثران في لبنان، وهذا هو المدخل الذي من خلاله يتم السيطرة على هذه المناطق، ويصبح المواطن تريسة بهذا المشروع الذي أصبح يؤثر بشكل كبير على النسيج السكاني في العراق، وخاصة في الشريط الحدودي ما بين العراق وسوريا. نعم. وتعرفون أنه هذا الشريط يمتاز بأنه السكان في كلا البلدين هما من امتداد عشائري وسكاني واحد، فبالتالي دكتور المعذرة. نعم. على المقاطعة، على صعيد آخر نفس السيناريو يتكرر في الكثير من المناطق، الهجوم على القوات الحكومية تليه دوما حملة اعتقالات.
برأيكم لماذا يتحمل الأهالي هناك مسؤولية الفشل الأمني؟ وشوفي الحقيقة هذا السيناريو نفذ بعدة مراحل، مراحل ما يسمى بداعش، وداعش من أسسها ومن دعمها ومن مولها، ومن ثم الإخلاء هذه المناطق، تهجير سكانها، فرض التدمير المباشر على هذه المحافظات التي قاومت المحتل الأمريكي بشكل واضح، ومنها المقاومة العراقية التي أدمت أمريكا. فبالتالي هذا السيناريو بعد أن انتهت مسلسل داعش الدرامي، الآن يعاد هذا المسلسل بطريقة أو بأخرى، بأن تقوم هناك هجمات من قبل على القوات الحكومية لتنفيذ مآرب أبعد متفق عليه. هذا السيناريو والمسرحية أصبحت واضحة، واضحة في حزام بغداد، في الطارمية، في محافظة صلاح الدين، في سامراء، في محافظة الأنبار، في ديالى. هذا المسلسل مكشوف ومفضوح، ونفس الأشخاص ونفس الميليشيات تقوم بهجمات متفق عليها لتصفية حسابات، وحتى تصفية قسم من قيادات والضباط العسكر الذين يرفضون المشروع الميليشياوي. فبالتالي وكأنه يريدون أن يظهرون هؤلاء الناس هم مستهدفون من قبل ما يسمى تنظيم داعش، الذي يظهر ويختفي حسب إرادة الميليشيات وحسب إرادة ما يسمى الحكومة العراقية والجانب الإيراني، لكي يقومون بتنفيذ أهداف أوسع. نعم. يعني ينفذ الجريمة ويحملها للجمهور أو للمواطن العراقي الذي لا دخل له، ومن ثم ينفذ عمليات تهجير جديدة واعتقالات جديدة. هذا هو السيناريو أصبح ينفذ في كل مناطق العراق، وخاصة المناطق التي يراد منها زعزعة الأمن وتحميل السكان ما لا يحتمل. يعني ما هو ذنب المواطن إذا كانت القوات العسكرية لا تستطيع حماية نفسها؟ هذه ليست قوات عسكرية، أنت ليس أمام حرب مباشرة، أنت المفروض القوات اللي تحمي الحدود هي شرطة الحدود وليست الجيش. طيب إذا كان الجيش نفسه لا يستطيع حماية نفسه، فالأولى أنه تقوم وزارة الدفاع بحل هذه التشكيلات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها ولا عن البلد، وتدفع لها رواتب. هاي المسرحية كلها هي ضمن مسرحية الفساد والسيطرة الإيرانية من خلال الدولة العميقة في داخل العراق، والتي هي تقبض على كل مفاصل الدولة العراقية كما هو واضح للقاصي والداني الآن. يعني ما دخل الميليشيات في دخولها إلى سوريا؟ أليست هناك دولة وهذه دولة؟ أليست الحدود يجب أن تحمى باتفاقيات ما بين الدول إذا كانت هناك دولة تحترم ذاتها وتحترم سكانها وتحترم حتى عسكرها وتحترم حتى رتبها العسكرية؟ هذا الميوعة وهذا الانحلال في العلاقة. تلاحظين أنه والمشاهد الكريم بأنه دخول الميليشيات من العراق إلى سوريا وكأنه ضيعة واحدة، ولكن كانوا ينكرون على ما يسمى تنظيم داعش كيف أنه لم يحترم هذه الحدود. ما أنتم نفس العملية ونفس الفكرة ونفس الطريقة، أنتم الآن تختقون الحدود ما بين سوريا وما بين العراق، وتسرحون تمرحون من الشام إلى الداخل العمق العراقي. نعم. ولا يعلم الجيش العراقي ولا القيادة العراقية اللي تسمى القيادة العسكرية عما يدور هناك من أسلحة، من مخدرات، من تهريب أموال، من قتل. لا يوجد سيطرة ولا يوجد أي رأي. يعني تسأل أي عسكري المفروض يكون مسؤول، سواء كان محافظ الأنبار أو القيادة العامة لقوات الأنبار، أو ليس لهم دخل بهذا الموضوع وليس لهم دور أصلا. حتى إذا نكون صريحين، هم مجرد أدوات لتنفيذ هذا المخطط، ولا يستطيعون أن يعترضوا على أي شيء. لم نسمع من ممثلي محافظة الأنبار والمحافظات والمدن الغربية أنه لماذا يتعرض سكان القائم وحصيبة والرطبة والمناطق هذه إلى كل هذه الهجمات وهذا التفتيش وهذا الترويع للسكان وهذا التهجير وهذا الحقيقة الكيل من الإهانات اليومية يتعرض لها المواطن. إذا ما دورهم؟ شكرا جزيلا لك دكتور هلال دليمي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.